السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في قناة دي أم كوزين. اليوم جيتكم بوصفة جديدة اللي هي لي كوكيز. يجوا بزاف بنان واقتصاديين في نفس الوقت. نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير. هنا في إناء درت 125 غرام من الزبدة تكون طرية، تضيفوا عليها 160 غرام من السكر البني وتبقاو تخلطوا حتى كامل هذاك السكر يدخل مع الزبدة ويصبح عندكم خليط متجانس. انا هنا الخليط صبح متجانس. نبداو نضيفو 125 مليلتر من الزيت تدريجيا، يعني تبقاو تضيفو بكميه قليله وتخلطو في نفس الوقت حتى تكملو كامل الكميه كما راكم تشوفوا كما راه موضح في الفيديو. فعلى بعد ما كملت كامل كميه الزيت نضيف زوج حبات نتاع البيض، يعني تضيفوا الحبه الاولى وتحركوا وبعد ذلك تضيفوا الحبه الثانيه ولو تبقاو تخلطوا. وهنا احنا الكميه تاع الفرينه هنا عندنا 450 غرام، هنا ديروا نصف الكميه فقط ما تضيفوهاش كامل، وتضيفوا رشه نتاع الملح فوالا، وتضيفوا يعني كيس ونصف من الخميره الكيميائيه. وتضيفوا عليها كيس من السكر الفانيلا، تقدروا تستبدلوه بالفانيلا السائلة عادي ولو تبقوا تحركوا حتى تدخل لنا كامل المكونات مع بعضها البعض كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما دخلتني نكمل الكمية تاع الفارينة اللي بقات لي، يعني ما تديروش الفارينة كامل على ضربة، ديروها على زوج مرات. تتكملوا كامل الكمية تاع الفارينة. نضيف عليها 200 غرام تاع الشوكولاتة السوداء اللي كنت قطعتها رقيقة، وهنا تشكلوها كويرات وزن كل كرة 30 غرام هكا باش يجوكم كامل متساويين. بعد ما كملت شكلت كامل الكويرات تاعي نضيف عليها حبيبات الشوكولا من الفوق ونضعها في الفرن على 160 درجة لمدة تقريبا 20 دقيقة. وهاهما لي كوكيز بعد ما طابوا، يعني صراحة جاو بزاف بنان وكما شفتوا ما يستكلفوش بزاف ويوجدوا في وقت قصير. نتمنى انكم تجربوها. انا ما عليا غير نقولكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفة جديدة. لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس لتلقي المزيد من الوصفات الجديدة. مع السلامة.